أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. سلطت وكالة بلومبرغ الضوء على توجه العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتأمين السيولة المالية. وكشفت الوكالة الأمريكية أن المحادثات بين صندوق النقد الدولي والعراق بدأت العام الماضي، وأن من الصعب التوصل في الوقت الراهن إلى اتفاق مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة. وقالت بلومبرغ إن من الصعب جداً تمرير الموازنة الجديدة نظراً لارتفاع قيمة العجز المالي، لافتاً إلى أن العراق يمر بأسوأ أزماته الاقتصادية مع تضاعف معدل الفقر في البلاد خلال عام 2020 وتصنيف أكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً كفقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته. أعلن سوق العراق الأوراق المالية عن تداول 81 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 84 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع. كما استمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم 5 جلسات تداول أسبوعيا، ومدرج فيها 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. تصدر العراق لائحة الدول المنتجة للنفط في صادراته النفطية إلى الهند وفقا لبيانات صادرة عن مؤشر فورتكسا لتتبع السفن. وأظهرت بيانات فورتكسا أن 64% من واردات الهند من النفط الخام لشهر تموز والمقدرة بنحو 2,100,000 برميل يوميا جاءت من الشرق الأوسط، مبينة أن هذه الواردات انخفضت عن الشهر السابق التي بلغت فيه 2,300,000 برميل يوميا. وأضافت أن العراق كان من أكبر المصدرين للنفط الخام للهند في تموز، حيث بلغت هذه الصادرات 853,000 برميل يوميا، تليه السعودية بمقدار 622,000 برميل. عودت الحكومة في بغداد لعقد المناقصات لشراء الرز بعد توقفها منذ نهاية العام 2019 نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقا لتقرير نشرته شركة سي بي جلوبال بلاتس الإنجليزية، فإن الحكومة اشترت عن طريق شركة خاصة ما مجموعه 220,000 طن من الأرز الأمريكي والتايلندي والأوروغواياني في الأيام الأخيرة وفقا لمصادر متعددة قريبة من وزارة التجارة. وأضافت أن الشركة الخاصة في العراق أنهت مبيعاتها بوتيرة سريعة منذ أن نقلت وزارة التجارة إليها مسؤولية شراء الأرز في حزيران 2021. هذا وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح بنسبة تقدر بنحو 288%. وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ نحو 96 مليار ريال مقابل ما يقارب 25 مليار ريال أرباحا خلال فترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة تصل إلى 154% لتصل إلى نحو 312 مليار ريال مقابل 123 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. أخيرا سجلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا كبيرا في قيمتها، حيث تخطت حاجز 44,000 دولار أمريكي لكل بيتكوين واحد، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أيار الماضي. وارتفع سعر بيتكوين وهي أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم ليصل إلى 44,539 دولارا خلال الساعات 24 الماضية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك قد أعلن في 21 من تموز الماضي أن الشركة ستعيد على الأرجح قبول المدفوعات المستحقة لها على عملائها بعملة البيتكوين. إلى اللقاء.